بابا مخلوف الله يرحمه خلق من ابن لال في عام 1919 في الحساب النصارى في بني ملال في الماروك المغرب. بوه اسمه شلومو هاروش وأمه سوليكا من الفاميليات الترجمان. بو شلومو كان يخدم في الصباغة في السباتة، كان يعمل البلاغي اللي كانوا يلبسوا المسلمين في دوك الأيام، كانوا صفرين وكانوا بيضين. وبابا ملي وصل 21 عام في الليل حلم حلام، ورا في حلمه واحد صاحبه اللي مات قبل من الوقت ديالو. وبابا في المنام في الحلام قبضلو في الصباع الصغير دي يدو وقال له مرخيك حتى تقول لي شكون هي المراه اللي تكون زوج ديالي. بابا عودنا باش هو سمع الى تقبل النفطار في السبع الصغير يقول لك اللي طلبت منه. وانا واخا كنت في المنام هكذاك عملت، قبضت في النفطار في السبع الصغير ديالو حتى قال لي سير نهار السبت للدار الفلانية ويكونوا تما نشا والبنت اللي تقوم وتقول لك شابات شالوم هذيك هي المرأة اللي عطاوك من سما. هكذا كان. في السبت مشيت لديك الدار اللي قال لي في المنام، وقامت بنتي اسمها يمنى وزات لعندي وقالت لي شابات شالوم. من وراء السبت صفت نخطبها عند والدها وتزوجنا بالهواء بالفرحة. وهذه يا ماما الله يرحمها عليها السلام. منور ما عودت لكم على هذا المنام الزواج ديالو، سمعوا دابا منام اخر ديالو. واحد الزار اللي كان يسكن في درب اخر قدام الدرب فاش نوا كان ساكن مات بالخطفة بلا ما يوصي ولادو. منور ما دازو 7 أيام جا واحد هو كان صاحب داك النفطار لعند الفاميليا ديالو لعند ولادو وقال لهم انا زيت نعبي الأمانة الفلوس اللي خبيت عند بوكم. وما حلفوا له بس ما صابوا التحزة وبهم ما قال لهم حتى كلمة على هذا الشيء. هو ما تقش بهم من هنا لهنا لحقوا الخزيت. دازوا شحال الايامات والليالي وهذاك النفطار زال بابا في المنام وقال له مخلوف سير لعند ولادي وقل لهم الفلوس دي ذاك اليهودي اللي خلا عندي هما تحت الارض حفروا في الموطع الفلاني وعطوه لمنها ديالو الله يرضي عليكم. بابا مسا لعندهم عاود لهم المنام وهكذا كملوا مساو حفروا
وسابوا السريرة فيها الفلوس ورزعوها لمواليها، والسلام والرضا رزع بيناتهم، والسلام رزع في حال مكان من الأول باروخ هاشم. هادوك زود المنامات اللي عاودت لكم زراو في الجالوت، ودابا نعاود لكم منام اللي هو حلم، اللي هو نام في الأرض المقدسة ديالنا باروخ هاشم. دافيد خاي هو الثالث في خواني في الولاد، وبنو كان صغير ومرض لو أليخيم، مرض صعيب، وكان في السبيتال بيلينسون في فتح تكبة، وبابا عزبي الحال بزاف على الولد وعلى الغبينة اللي كانت عند الوالدين ديالو. واحد العشية وقف لوزه التصويرة دير بشمعون بن يوحاي، وبدأت يهدر مع التصويرة وتيطلب من كادوس باروخو بسخوت ربي شمعون يداوي ويبري الحفيد ديالو الولد دي ابنه. يصاب دلور فوا سليما في الليل في النعاس تينوم مع ربي شمعون، وقالو سير غدا للسبيتار وزبد دوك زوز البتيليم ديالك دل السيسيت وعملوهم عليه، وما عندك ما عنده ما يخاف حتى باس. هكذاك عمل لغدا بالصباح مسا للسبيتار دي بيلينسون، و صاف بس ما كاين حدا الولد حتى واحد، وقف حدا الكاتري فين كان نعاس الولد المريض، زبد السيسيو ديالو وعملهم على الولد. هو هكذاك يطلب الله كادوس باروخو وكيصلي عليه، والفنمرية زاد وقالت له اش عملت له؟ قال له ما عملت له والو، وهي تعذبت بزاف عاد كيف يقول، حتى هذه شحال ليامات ما حلس عينيه ودابا حل عينيه. وهكذا كان باروخ هاشم برا، ومن ورا ما برا في ذاك النهار، النهار في العشيه تزباد من السبيتار. بابا كان بنادم نية بزاف وكان خايف الله، وهذه السبة باش هو زكى لهاد المعاودات اللي عاودت لكم وهاد المنامات اللي عاودت لكم. فحال ما كيقولوا الناس خاف الله وترعزبوه.